هذه طريق الرابطه بين الداخله وبوجدور. نتوما كتشوفوا دابا الحاله ديالها كيفاش دايره. يعني وقفت انا باش نديروا على الاقل واحد الفيديو يشوفوا الناس هذا المشكل هذا ديال هذه الطريق. هذه نتوما تشوفوا دابا السياره اللي غدوز منها. يعني هذا راه ممكن يقلب السيارات، ممكن يقلب الشاحنات، كاميو بعدا يتقلب فيها 100%. هذا فيديو بغينا ينتشر بشكل واسع. انا لقيت بالصدفه واحد السيد كي ها هو كي عنده رموك وكي كاد في الدنيا هذه، هو كخدمه اللي ما دارتهاش الدوله كيديرها هو. هذه هي التنميه هي هذه. ما عرفتش انا كيفاش هاد المسؤولين ناعسين وهاد الميزانيه كلها كتضرب وحفاري بهذا الشكل. هذا الطريق كلها هكا، الطريق كلها هكا. يعني هذه بلاصه وقفت فيها وصافي، الطريق تقريبا كامله كلها حفاري للأسف.